بالنسبة لمشروع ستاديا تم الاتفاق عليه من خلال اتفاقية مع بين دولة قطر ومنظمة انتربول. تهدف هاي الاتفاقية لاستخدام شبكة انتربول اللي فيها حوالي 190 عضو أو دولة في دعم بطولة كأس العالم. أهداف المشروع من خلال الاتفاقية اللي تم التوقيع عليها، هدف أول شيء تقييم المخاطر الاستراتيجية، كذلك الهدف الثاني هي في خطة الدوحة الخاصة لتحديث أو التحديات الأمنية، كذلك الاستراتيجية الأمنية لبطولة كأس العالم اللي بتنظمها دولة قطر في 2022، مفهوم العمليات لضمان أمن وسلامة بطولة كأس العالم أثناء انعقادها، وهذا شيء طيب من خلال مشاركة الشرطة الدولية معنا، لأن لأول مرة تشارك في هذا المشروع أو بهذا الحجم في بطولات عالمية. كذلك هناك راح يكون إن شاء الله استفادة لجميع الدول الأعضاء في الانتربول اللي إن شاء الله راح تنظم بطولات مستقبلية لكأس العالم. هذه القاعدة، قاعدة البيانات، راح يكون تجميعها من خلال الانتربول، وراح يستفاد منها أثناء البطولة، وبإمكان الدول المشاركة وبإمكان الشرطة في جميع دول العالم أو المنظمين لبطولات كبيرة استفادة من هذه المعلومات اللي راح توفر أو توفر عن طريق الانتربول. وهذا شيء طيب أن يكون هناك فائدة عامة على جميع الدول وبالذات الدول الأعضاء في الانتربول.